أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنشوف مصداقية الموقع وهوريكم بعض الأشياء المهمة والسحب لو الموقع صادق، وهطلب سحب 1000 روبل النهاردة من الموقع. فتعالى نشوف مع بعض. أنا في حساب المين أكاونت 14 أو 0.14 سنت من الروبل، وعندي في الأدفيرتايز المبلغ 987 روبل. اوكي، لاني انا بعمل اعلانات ذات نفسي في الموقع، وهوريكم بعض الاشياء النهارده المهمه اللي انت لازم تشوفها وهتعجبك. فتعالوا تابعوا معايا لحد الاخر، وما تنساش تعمل لايك وسكرايب وكملوا معانا. النهارده هنشوف طبعا، عشان الناس تواصلت معايا وسالتني ايه الربح والكلام والحوار والروايه، فتعالوا نشوف بعض. هنخش على ايرن، وعندنا ان يور ويب سايت، اللي هو لو انت عندك موقع تقدر تحط البانر ده وتربح من خلال اي حد بيضغط على البانر ده، وده شيء جميل. لو انت حابب تشتري مواقع او سكريبتات، كل ما عليك تخش تعمل سكريبت ستور وبتشتري على طول بالروبل بتاعك من داخل الموقع، وبعدين تتواصل. ودي حاجه حطوها جديده وعجبتني جدا جدا جدا، يعني بارباحك ممكن تشتري شغل زي دوت. جميل جميل. طيب بعدين يا شباب تعالوا نشوف السيرفنج، احنا شرحناه و قلنا ان دوت ربح بالمجاني، وزي ما انت شفت اللي هم زودوا السيرفنج بقى دلوقتي حاجات كتير ومواقع كتير، تمام، وفي عندهم سيرفنج، بس لسه شويه برضو محتاجين وقت. بس ليه؟ مفيش مشكله، مع الوقت الموقع هيكون كويس، وطالما بيدفع، وانا شفت فيديوهات اللي هو بيقول بيدفع، انا لسه ما سحبتش، بس هعمل كل حاجه قدامكم. اللي مني دلوقتي التاسكس والبونص واليوتيوب. اوكي، بس قبل كده وكده احنا ممكن نخش على نرجع لفوكسي، ونخش هنا ونشوف حاجه جميله جدا عجبتني جدا. ريفيو انترست وولت، انترست بايلوت اسف، الموقع فيريفايد كومباني، وانا ما خدتش بالي من النقطه دي قوي 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 لحد ما انا دخلت وشفتها، اتلقيت ان الموقع مفعل، يعني شركه حقيقيه، يعني مضمون. طيب طالما مضمون يبقى اكمل فيه. اوكي، طالما مضمون يبقى احنا النهارده ممكن نربح منه بدون اي مشاكل. فتعالوا نشوف مع بعض النهارده برضو حاجات مهمه. لو انت رجعت الفيديو الاولاني هتلاقي ان عدد العملاء النهارده بقى ازيد شويه، بقى ازيد بكتير. عندنا 224 عميل النهارده في 51 يوم، وسحب 1047 يعني 47. تمام، طيب احنا هنخش على الربح ونخش على التاسكس، بس قبل التاسك انا هخش على البونص. تمام، البونص يا جماعه سهل جدا. تمام، سهل جدا ليه؟ لان انت كل ما عليك انت بتعمل تك، تمام، وبتستنى ثانيه واحده، ثانيه واحده وبتقفل. اخدت البونص 1 روبل 0.01، وبعد ساعه ترجع تاني، يعني ربح مجاني بدون تعب بدون وجع دماغ اهو. تمام، ضغطت عليه ورجعت، قال لك بعد ساعة أهو، وضغطت عليه ورجعت، قال لك بعد ساعة. تمام، وهكذا. فأنت هتلاقي دوت شيء جميل ومربح. طب أنت ليه ما تربحش حتى لو 0.01 في دقيقتين أو في 3 دقايق، تمام، أو أقل من دقيقة طبعا زي ما أنتوا شايفين. تاني نقطة طبعا اليوتيوب، احنا عارفين أنت ممكن تشاهد فيديوهات وكلام من ده وبطريقة سهلة جدا وتتصفح، ولكن التاسك النهاردة عشان احنا نعمل 1000 يورو، تمام، تعالوا بصوا كده، انا محضر طبعا لحضراتكم لسه اللي هو ايه التاسك بتاعي النهارده، عشان بس الناس ما تتكلمش يا جماعه اهو. تمام، اهو كل حاجه مظبوطه. تمام، ف ميك فيديو وبي ان بي تاسك، بي ان بي تاسك انا اخترت التاسك دوت، جميل جدا 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 وسهل جدا جدا، هشرحه لكم. فين التاسك بتاع البي ان بي؟ هنا ممكن تعمل هايد، وهنا ممكن تعمل مشكلة، يعني تقول لهم التاسك ده مش كويس، في حاجة، وتكتب لهم بعد كده تواصل مع الدعم في الشات. تمام؟ لسه ما شفتش البي ان بي، كنت محضرها لكم وراحت مني. هتلاقيها مكتوب ايرن بي ان بي او حاجة زي كده اهو. نو، ده بتاع التاسك اللي انا حاطه 10 روبل بيست. هي اختفت علشان انا حاططها هنا اهو. تمام، التاسك هنا بيقول لك اللي هو ايه، بيقول لك بي ان بي في وقت صغير. تمام، البي ان بي في وقت صغير بمعنى اللي انت تقدر تربح منه، تقدر حضرتك تبقى عامل كده اهو كنترول ايه، وتقوم داخل عامل
جوجل وشايف جوجل هنا بيقول لك اللي هو هي يعني بيقول لك كلير يور براوز، يعني نظف المتصفح بتاعك وسجل برابط الإحالة اللي موجود. موضوع سهل جدا مش محتاج أي مشكلة. تمام، هناخد كل الكلام هنا. بيقول لك كلير يور براوز يعني ونظف المتصفح وخش على الرابط دوت. بيقول لك خش على الكاباتشا، اعمل رول، وبعد كده تاسك افتر ذا سبميت يور ريبورت اجين فول فايس 3 كونديشن اوف ذا تاسك سبميت ذا ريبورت اند سو كونسن. اوكي، بيقول لك ان الموقع ده بيدفع على الفوست باي. لو انت ما عندكش فوست باي تسجل من دوت يعني لصاحب المهم. الموقع ده انا قمت بهذه المهمه، كل ما عليك اللي هو بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت تخش تسجل في الموقع بي ان بي فري، نجربه مش هنخسر حاجه. تمام، وبعدين بتعمل انرول اللي هو من فري ثلاث مرات. تمام، بتعمل كده، انا تقريبا عملت من شويه فعشان كده. بتخش هنا بيقول لك ان انت تدور على فرق لك صوت لوجيتك انالوج، يعني اي حاجه عندها عين بتدوس عليها. تمام، اعتقد ان البيت برضو عنده عين يعني. والقادم تمام، ممكن انا ناسي حاجه. اوكي، وبعدين بيقول لك هنا برضو نفس النظام، تضغط على ريبروفا. اوكي، واحد اتنين اللي بعده، واحد اتنين تلات. اوكي خلصنا، بنعمل رول. قال لك انا ربحت المبلغ ده بالبي ام بي، ما ولا عايز العب قمار ولا عايز اعمل اي حاجه خالص، بل بالعكس احنا مكملين. بعد كده بتخش بتقوم داخل على البروفايل. اوكي، تعمل ديبوزيت مثلا، بتوري له ان محفظتك ديت، بتاخد سكرين من المحفظه ديت. تمام، وبتبعت له الرابط بتاعك بتاع الاحاله اللي انت مسجل من خلاله، وبتبعت له سكرين من هنا اللي انا قمت بيه دلوقتي. تمام اهو، وقلت له كذا ودن، وبعت له ورفعت له سكرين، وقلت له وهدلوقتي هعمل فينش اكسكيوت، يعني في انتظار ال يور تاسك ريفيو ويت فور فيريفيكيشن، يعني ننتظر الكلام ده. ممكن تعمل موقع باللغه العربيه هنا، بس ما بحبش اعمله باللغه العربيه. تاني تاسك النهارده، دخلت على التاسك بتاع اليوتيوب. اوكي، ورحت اعمل ميك فيديو، وعشان اعمل اللي هو ميك فيديو رحت كاتب له الرابط، ورحت رافع له صوره من السكرين بتاعتي امام حضرتك، مش عارف اظهر لكم الفيديو ولا لا، من داخل يعني الماي شانل اللي من جوه الحساب بتاعي، عشان ما فيش حد يعمل لي سكام ويروح يبعت الفيديو بتاعي من الموقع والكلام ده. هم مكتوب في القوانين اي حد هيعمل حاجه هيعمل له بلوك. تمام، فدي شيء كويس اهو، مكتوب كل حاجه اهو. تعالوا نخش على جوجل نترجم. Make your own YouTube video about your project. Payment from 20 to 500 ruble. من 20 روبل ل 500 روبل، depend of your quality of the video promotion of your channel. At the time of your verification you must have at least 10 referrer, at least one addition form of referrer. يعني يكون عندك 10 حالات والكلام ده، وانت اكتف والكلام ده. If you try to deceive or provide a link to someone else review, you will receive a ban. يعني لو انت حاولت اللي انت تعمل تجيب فيديو لواحد تاني، بوم، هيتقفل حسابك او اتعمل لك بان للموقع. فبلاش الشغل ده. كويس، انا عجبتني النقطه دي جدا. The task will not be approved by monitoring and the channel from which you bought advertising. يعني ما تروح تشتري الكلام ده والحوارات دي. اوكي تمام، انا كده عملت كل حاجه. قال لي برضو في verified. طيب زي ما انتم شايفين advertising و 0.017 لو انت رجعت اول فيديو من كم ضغطه بس. تمام، الموقع دلوقتي حاليا السحب 2 روبل، وفي المستقبل راح يكون 5 روبل. اوكي 5 روبل. اوكي، في شيء تاني، اللهم صل على النبي. التاسك انا عندي يا جماعه، تاسك يا جماعه برضو هنا اهوت، انا حاطه للشغل بتاعي اللي هو ما اقدرش اعمله. هتلاقيه ما بيظهرش عندي العين هنا اهو، لو انتم ملاحظين ليه انا اللي حاطط كذا تاسك بتاع، عشان كده انا شاري الاعلانات دي. هوقف الفيديو دلوقتي وهننتظر
السحب وبعد كده هنرجع مع بعض تاني. مر حوالي نص ساعة تقريبا وانا لسه حسابي 0.22 والادفرتايزنج اكاونت اللي انا بعمل منه اعلانات كمعلن وبشغل على الموقع كمان موجود. فتعالوا نشوف ونعمل ريفليش، هنلاقي اللي انا معايا نفس المبلغ اوكي، بس انا المبلغ وصل، المبلغ وصل قدامكم بتاريخ النهاردة 20 فبراير الساعة 11 10:50 دقيقة اوكي، اهو امام حضراتكم دلوقتي، اهو يا جماعة اهو بصوا اهو كل حاجة امام حضراتكم اهو يا جماعة، عشان ما حدش يقول لي اللي ما فيش اي مبلغ وصل ولا حاجة، اهو انا حدثت الصفحة. يبقى كده الموقع صادق 100% ودفع 1000 دولار 1000 روبل انا اسف في فيديو واحد. جميل جدا جميل جدا. يبقى احنا قدرنا نعمل 1000 روبل من فيديو واحد، وحاجة جميلة جدا جدا جدا، وبصراحة موقع صادق واثبت مصداقيته الموقع امام حضراتكم. تمام، نخش تاني كده على السكشن بتاع اليوتيوب، مش هنلاقي اي حاجة للسكشن، اختفت عندي خلاص. لو انا رحت على ماي تاسكس هعمل حاجة جميلة جدا، ان هو دوت بصوا يا جماعة ادي التاسك فافوريت او ادي بلوك، لا انا هحطه في الفافوريت لو انا عايز، بس قبل اي حاجة انا هعرف الناس ان التاسك ده جميل جميل جميل، انا اديته بلس اوكي، وانت كمان بتخش بتديله بلس، يعني معناها لو جالي واحد غيري هيخش هيلاقي اللي انا اديت البلس دوت للتاسك ده وحطيت التاسك في الفابوريت، معناها ان لو عملوا اي عرض جديد او انا اخش الاقي عرض للشخص دوت او الادمين ذات نفسه، تمام، هي بنت طبعا مكتوب انا، فهتلاقي ان كل حاجة تمام تمام التمام كمان مش تمام بس، تعال نشوف اهو كل حاجة انت بداش تعمل دلوقتي، ممكن تترسل مع الادمين يمارك بوزيتيف ان عملت اللي انا عملت ان التاسك اخديته ستار. الفيديو بتاعي انتهى على كده، يا رب يكون عيبكم، وانتظروني المرة الجاية في شرح جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير، ومتنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتسيب تعليقك تحت، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.